صحيفة نيويورك تايمز تقول إن مدينة تعز اليمنية تتحول شيئا فشيئا إلى قطب للمعارضة وللمطالبين بإسقاط النظام. من جديد، في تحقيق ميداني قالت صحيفة نيويورك تايمز إن مدينة تعز اليمنية تتحول شيئا فشيئا إلى قطب للمعارضة وللمطالبين بإسقاط النظام، وإن القوات الحكومية تتعامل مع الحركة الاحتجاجية في تعز بشراسة فاقت ما يحدث في صنعاء العاصمة، وذلك ردا على انتشار السلاح والغضب الشعبي. أكثر ما يخيف الرئيس صالح هو أن تتحول تعز إلى بنغازي اليمن، خصوصا أنه أي الرئيس خبرها وعرف أهلها أثناء عمله فيها كقائد عسكري ميداني في السابق. واعتبرت الصحيفة أن تعز هي مهد الوعي السياسي والمدني في اليمن، لأنها شهدت ميلاد أكبر حزب سياسي ذو توجه إسلامي والحزب الاشتراكي، إضافة إلى منظمات أهلية عدة.